وَلَقَدْ تَرَكْنَا آيَةً فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ الحمد لله العلي الجبار القوي القهار له العزة جميعا وله القوة جميعا وبيده ملكوت كل شيء يكور النهار على الليل ويكور الليل على النهار وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو العظمة والعزة والاقتدار وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المصطفى المختار صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان ما تعاقب الليل والنهار وسلم تسليمًا كثيرًا أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى وامتثلوا ما أمر الله به من السير في الأرض قل سيروا في الأرض فسيروا في الأرض سيروا في الأرض بقلوبكم وأفكاركم سيروا فيها في العصور الماضية والعصور الحاضرة سيروا فيها لتنظروا كيف كان عاقبة المكذبين لله ورسوله المستكبرين عن عبادة الله سيروا في الأرض لتنظروا كيف كانت هذه العاقبة لقد كانت عاقبتهم أسوأ العواقب أخذوا بالعذاب في الدنيا ولعذاب الآخرة أشد وأبقى أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها أيها الإخوة سيروا في الأرض سيروا بنا لننظر كيف كانت عاقبة المكذبين فلنبدأ بقصة نوح أول الرسل حيث كذبه قومه إلا قليلا منهم واسمعوا قول الله تعالى فيهم كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر فدعا ربه أني مغلوب فانتصر ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر تصوروا هذه الصورة المزعجة فتحت أبواب السماء كلها بماء غزير متدفق بقوة وفجرت الأرض كلها عيونا حتى كان التنور الذي هو أيبس الأرض وأحرها يفور بالماء فالتقت مياه الأرض ومياه السماء حتى على الماء قمم الجبال وهل أنجاهم ذلك من عذاب الآخرة استمع الجواب يقول الله تعالى مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا القصة الثانية قصة عاد فمن عاد هؤلاء عادوا إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد أرسل الله تعالى إليهم نبيه هودا ولكنهم استكبروا في الأرض وقالوا من أشد منا قوة قال الله عز وجل أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وماذا كان مصير هؤلاء الأقوياء ماذا كان مصير هؤلاء الأقوياء العتاة استمع قال الله عز وجل كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر وقال سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها صرعا كأنهم أعجاز نخل خاوية أهلك هؤلاء بالهواء الذي هو من ألطف الأشياء كثافة الهواء الذي لا يرى في العيون
وهل كفاهم هذه هل كفتهم هذه العقوبة عن عذاب الآخرة؟ استمع الجواب من الله عز وجل. قال الله تعالى: فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام نحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون. القصة الثالثة قصة ثمود. ثمود قوم وهم قوم صالح. القصة الثالثة قصة ثمود وهم قوم صالح هداهم الله عز وجل هداية دلالة وإرشاد بما بين لهم من الآيات، ولكنهم استحبوا العمى على الهدى وكذبوا نبيهم صالحا إلا قليلا منهم، وعقروا الناقة التي جعلها الله لهم آية، فماذا كان عاقبتهم؟ استمع. قال الله عز وجل: إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتضر، أي كهشيم الحضار من السعف الباري. وقال: فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين، أي هامدين لا يستطيعون حراكا، فأهلكوا بصيحة ورجفة كأنهم هشيم صاحب الحضار. القصة الرابعة قصة قوم لوط. وما أدراك ما قوم لوط؟ قوم لوط الذين جمعوا إلى الكفر بالله ورسوله تلك الفاحشة النكراء التي تدل على انقلاب فطرهم وعقولهم، فكانوا يتناكحون فيما بينهم، يأتون الذكران ويذرون النساء. فذكرهم نبيهم صلى الله عليه وسلم بذلك ووبخهم عليه وقال: أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون. فما كان جواب قومه إلا أن قالوا: أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. ماذا كانت العاقبة؟ قال الله عز وجل: إنا منزلون على أهل هذه القرية رجزا من السماء، أي عذابا بما كانوا يفسقون. وقال جل وعلا: فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد. ولهذا كانت عقوبة اللوطية في الشريعة الإسلامية أن يقتل كل واحد من الفاعل والمفعول به إذا كانوا قد بلغوا عقلاء وإن لم يتزوجوا، بخلاف الزنا فإنه لا يعدم إلا من كان محصنا متزوجا. أما اللواط فلأنه لا يمكن أن يباح الفرج بحال، لذلك كان عقوبة الفاعل والمفعول به أن يقتلا جميعا، كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به. القصة الخامسة قصة فرعون المتكبر الجبار الذي بغى وطغى وأنكر العلي الأعلى وقال لقومه: أنا ربكم الأعلى، وقال لهم: ما علمت لكم من إله غيري، وقال مفتخرا بما أوتي من الملك والرفاهية والبساتين المثمرة والزروع النضرة والكنوز وغيرها، قال: يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون؟ وقال محتقرا لموسى رسول رب العالمين: أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين؟ فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين. فماذا كانت عاقبة هذا الطاغية المتكبر العنيد؟ اسمع، يقول الله عز وجل: فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين. وقال: كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين. وهل كفاهم ذلك؟
هل كفاهم إغراقهم عن عذاب الآخرة؟ استمع إلى قول الله تعالى: فاتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة بئس الرفد المرفود. أيها المسلمون، سيروا بقلوبكم وأفكاركم في الأمم السابقين واعتبروا بما جرى للمكذبين المستكبرين، وتأملوا حكمة الله عز وجل في من أتاهم العذاب صباحا حين استقبال حياتهم في نهارهم وانفتاح أملهم في أفكارهم، فإن ذلك أعظم صدمة. ثم سيروا أيها المسلمون، سيروا بقلوبكم وأفكاركم في الأمم المعاصرين وما يجري عليهم من العواصف المدمرة والفيضانات المغرقة والزلازل الراجفة، ولا يخفى عليكم ما حصل في أول هذا الأسبوع من الزلزال العظيم الذي ضرب منطقة شرق إيران وهلك به أمم تقدر بفوق 4,000، وبقي 60,000 بغير مأوى، وهناك أناس مفقودون لا يدرى ماذا يكون أمرهم، وماذا هلك من المواشي والأموال والزروع إلى غير ذلك من المصائب العظيمة. ثم ما حدث في آخر الأسبوع من الفيضانات الكبيرة التي عمت نحو خمس أرض أفغانستان لتغرق ما مرت به من المزارع والبيوت، أليس هذا دليلاً على أن الله سبحانه وتعالى بالمرصاد لمن كذب وعصى؟ فنسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم الاعتبار بما مضى من آيات الله وبما حصل من آيات الله في عهدنا هذا. أيها الإخوة المسلمون، ماذا يقول الناس؟ ماذا يقول الناس عن مثل هذه الكوارث العظيمة التي يعجز عن مثلها البشر؟ فإن هذا الدمار الذي سمعتموه حصل في نحو 10 ثوان، أي سدس الدقيقة، وذلك بقدرة الحي العظيم القوي القاهر الذي إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون. فماذا يقول الناس عن مثل هذه الكوارث العظيمة؟ ينقسم الناس فيها إلى قسمين: قسم عالمون بالله وآياته يرون ذلك واقعا بأمر الله ليخوف الله به عباده لعلهم يعتبرون فيرجعون إليه خوفا من الله، يقرؤون قول الله عز وجل: أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها. فالكافرون إلى يوم القيامة لهم أمثال مثل هذه العقوبات وإن تنوعت في الأشكال. أما القسم الثاني من الناس فهم قسم جاهلون بالله عز وجل، قلوبهم خالية من الإيمان أو قاسية من العصيان، يقولون هذه كوارث طبيعية فلا يهتمون بها ولا يعتبرون بها، ويقفون ما ليس لهم به علم من امتداد القارات وانقباضها، كأنما يعلمون الغيب وهم ما أوتوا من العلم إلا قليلا، إنهم لا يعلمون شيئا عن أرواحهم التي في أجسادهم إلا ما جاء عن طريق الوحي، فكيف يتخرصون هذا التخرص ليهونوا هذه المصائب في قلوب الناس؟ إنهم يتحملون هذا وسيجدون عاقبته عند الله عز وجل. إنهم يقولون للناس إن هذا أمر عادي حل بالناس كما ينزل المطر على المعتاد، ولا ينظرون إليها إلا نظر من ينظر إلى المصاب بها فقط، فهم كمن قال الله فيهم: وإن يروا كسفا من السماء ساقطا يقولوا سحاب مركوم. فالواجب علينا أيها الإخوة، الواجب علينا أن نكون عالمين بالله، معتبرين بآياته، خائفين منه، نخاف إن لم نصب بهذه المصيبة أن نصاب بما هو مثلها أو أعظم من قسوة القلب والإعراض عن الله عز وجل.
أيها الإخوة، لا تظنوا أن المصائب على الذنوب هي هذه الأمور المادية، لا، إن مصائب الذنوب فيها ما هو أعظم من ذلك، وهو قسوة القلب والإعراض عن الله عز وجل. ألم تروا أن الله قال لرسوله صلى الله عليه وسلم: فإن تولوا، أي أعرضوا عن الطاعة، فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون. فجعل الله التولي عن طاعته، جعله الله تعالى مصيبة ببعض الذنوب لا بكلها. أيها الإخوة، والله إن العقوبة بقسوة القلب والإعراض عن طاعة الله وعن القيام بأمره لمن أعظم العقوبات إن لم تكن أعظمها. ولهذا كان من دعاء المؤمنين أنهم يقولون: لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا. اللهم إنا نسألك في مقامنا هذا يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، نسألك اللهم أن تجعلنا من المعتبرين بآياتك الخائفين من عقوباتك، ونسألك اللهم ألا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا. اللهم عافنا واعف عنا. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.